تبقى المسائل نسبية، بمعنى ان الالفاظ يعني احنا عندنا في الرقابة يا فندم. السيدة الاولى يا فندم بتقول لها امبارح عبير صبري بتقول لها خلي بالك من الواد، قالت لها من العندي قبل العندي في رمضان، في رمضان العين اللي في بتوجه، لا العندي انت متأكد؟ اقسم بالله من العندي قبل العندي في رمضان. الاعمال الدرامية وعايزين اخلاق، العندي قبل العندي يا جماعة وصلت للدرجة دي؟ الشخصية هي اللي بتتكلم، شخصية مين ده؟ عهر فني، دول هم دول سبب فساد مصر. الاعمال الدرامية. استاذة غدا عبد العال، استاذة غدا، الاستاذ عمرو بيقول انه يشارك في انتاج مسلسل امبراطورية مين قطر، وبالتالي هنا الهدف واضح وهو الاساءة الى سمعة مصر وتدمير اقتصادها عن طريق اقتصاد مصر وتدمير السياحة. اتفضلي. ان قطر مشاركه في انتاج المسلسل، ايه دليل استاذ عمرو على ان قطر مشاركه في انتاج المسلسل؟ مين اللي منتج يا فندم؟ استاذ طارق جنايني. استاذ طارق جمال من يعني استاذ طارق جمال بينتج قبل كده؟ جنايني. استاذ طارق جنايني انتج فيرتيجو، انتج عايز اتجوز، وانتج عايز اتجوز برضو، اللي كان برضو ليه مشكله مع الستات، اللي بيخلي البنات ان انتوا عندكم عنوسه. اصلا انا مش فاهمه حضرتك. هو حضرتك هي هند صبري متخصصه في مشاكل مصر ليه؟ هند صبري متخصصه يعني ما بتروحش تعمل الكلام ده على بنات تونس ليه؟ هل حضرتك يعني واخد لواء الوطنيه واحنا كلنا لازم ناخد؟ ما انا بصراحه شايف كده. اه صح، ما انا شايف كده بصراحه، ان انتوا عمالين بتفسدوا المجتمع بحريه التعبير، وحريه التعبير دي عماله بتفسد مصر اكتر واكتر، وكل يوم شايف الفساد بيزيد بصراحه، مش وطنيه مصر. طيب نسمعها بقى عشان نسمع. عمرو انت مش مخلي حد يتكلم خالص، نسمع استاذه غاده. ايوه. انتوا بتفسدوا سمعه مصر، بتدمروا اقتصاد مصر، عايز بس تعليقك بوضوح على هذا الكلام. لا يا فندم، احنا لو قصدنا ان احنا ندمر اقتصاد مصر كنا تجاهلنا كل المشاكل اللي في مصر وخلينا نايمين كلنا كده مرتاحين وحاسين ان مفيش مشاكل حوالينا ومفيش حد بيسلط اي ضوء على السلبيات اللي في المجتمع عشان ما نحاولش ان احنا نعالجها ونفضل بقى نايمين. حضرتك جبت الحل يا استاذه غدا في المسلسل؟ مش دور يا فندم، دور لا، ادام حضرتك مش دورك يبقى ما تتكلميش. ادام حضرتك ما عندكيش الحل يبقى ما تخصبيش المسؤولين اللي في الدوله. انا النهارده اما اجيب مشكله واجيب حلها يبقى انا راجل مثقف، لكن اما حضرتك تجيب المشكله وتقولي ده مش دوري يبقى انا دلوقتي حريه التعبير بتاعتك حضرتك ما عندكيش الحل يبقى تسكتي، يا اما تجيبي حل. هي رئيس الوزراء؟ لا يا عم رئيس الوزراء يعمل ايه يا فندم؟ طيب يعني هي رئيس الوزراء، انت حضرتك بتخلي النهارده انت بتصدر لي الاكتئاب طول شهر رمضان، طول شهر رمضان مسلسلات رمضان جايبك تقابل المصريين، يبقى انا النهارده هعمل ايه؟ انا قبل الانتخابات المصريين. قبل الانتخابات بتتكلم باسم المصريين؟ انا يا فندم بتكلم من وجهه نظري. قول قلت لا انا بقول لحضرتك من وجهه نظري، انا راجل اكتئبت في رمضان، جبتولي اكتئاب، كميه المسلسلات اللي عماله تجيب المشاكل بتصدروا لي اكتئاب ليه؟ الراجل بقول لك بشره خير وعايزين نبني وعايزين نعمل تحيا مصر، كل المسلسلات. نسمع الاستاذه غاده بس لاننا قطعناها، اتفضلي. يعني اولا انا مش فاهمه استاذ عمرو بيتكلم باسم مين او باسم يا فندم؟ باسم عمرو مصطفى بس. تمام، يعني دي اول حاجه انا مش فاهمه. انا حضرتك دلوقتي راجل انا راجل مواطن مصري، سمحت اديني فرصه اتكلم. اتفضلي. يا اما نعمل حلقه لحضرتك لوحدك يا ريت وتيجي معايا فيها. اتفضلي اتفضلي. مش هتعرف تتكلم برضه لو جيت. اتفضلي يا استاذه غاده اتفضلي. يعني اولا فكره الهجوم على اي حد وجهه نظره مش زي وجهه نظري، يعني ده موصل لي كده جو ويتش هانت كده ان احنا ماشيين. بص يا فندم، بص حضرتك خليها تكمل بس جمله يا عم، خليها تكمل. تاني حاجه الهجوم على الممثلين اللي لمجرد انهم لا يحملوا الجنسيه المصريه ده شيء غريب جدا. لا ما تاخدهاش الحته دي. لا انا شكرت في لطيفه، ما تاخديهاش في حته العنصريه. يعني ما تخرجناش بره الموضوع ده لان لطيفه تونسيه برضه. هند صبري حامله لواء، هند صبري حامله لواء المشاكل في مصر. هند صبري بقى لا، مع احترامي لحضرتك انا يوم ما اروح تونس اتكلم عن مشاكلهم هيموتوني. مع احترامي معلش. لا مالناش دعوه، احنا بنتكلم على مصر وبنتكلم على المساحه اللي مصر مديها دايما للفنانين العرب وعمرها ما حضرتك انت بتعرضي المسلسل ده اكسكلوسيف على قناه الام بي سي مصر السعوديه. لو سمحت اكمل كلامي. طيب اتفضلي عمرو، خلينا بس اتفضلي. هيتكلم على حاجه سلبيه في مصر، فاذا هو ما بيحبش مصر. ده مين اللي قال كده؟ ده احنا من ايام ايه؟ من ايام الفوق بتاع فؤاد المهندس كنا بنتكلم بشكل خاص، بنتكلم على السلبيات اللي في مصر. مفيش حد بيطلع يفهم اي حد من الاعمال دي ان هو بيكره مصر، بالعكس الناس دايما بتطق ناقوس الخطر عشان تنبه المجتمع ان هو يصلح من نفسه. لكن هنقعد طول الوقت نقول
الجو جميل والحياه لونها بامبي والدنيا لطيفه وخلاص مستريح على كده، امال مين اللي ينبه الناس ان في مشاكل في المجتمع؟ مين اللي يعبر عن مشاكل المجتمع؟ حضرتك بتكلمني يعني عن بتقول ان هو بيسيء لمصر وهو بيتعرض قبليه اعلان لمواطن بياكل من الزباله وبعديه اعلان لطفل بيتنبض على 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 بطنه حجر عشان اخوه ده عاد ميعاده في الاكل، وبتقول لي ان انا اللي بسوق سمعه مصر؟ يعني انا هل انا بعيد عن المنظومه دي المفروض ان انا اتجاهل كل المشاكل دي في الدراما لمجرد انها دراما واقول لا الجو جميل واعمل مسلسلات تركي فيها ناس بتحب من بعض واحنا عندنا كميه المشاكل دي؟ ده انا في الوقت ده بقى فعلا مفهوم البلد. حضرتك في مشاكل قد اللي في مصر في تركيا قدها 850 الف مره، لكن هم صدروا لينا فن جذب السياحه. مين اللي قال لي كده؟ ايه ما افلامهم موجوده يا فندم؟ مين اللي قال لي كده؟ بقول لحضرتك بشتغل مع الاتراك، بتتكلم على عندهم مشاكل اكتر مننا بكتير، وعندهم على فكره. لكن هل الفن عندهم يعني عام لا يظهر الاخطاء والسلبيات والخطايا؟ يا فندم الفن اللي بيتصدر للشرق الاوسط بيجيب لهم سياحه لبلدهم، لكن احنا بنعرض على الام بي سي مصر السعوديه اللي هي كل الشرق الاوسط وفي الخليج بيتفرجوا عليها ان مصر زباله. الكلام ده هي ما بتناقشوش عندنا في التلفزيون المصري. ده مشهد في مسلسل يا فندم، ده كل المسلسل بتاعها مطلع المضيفه اصلا بتعاكس الكابتن، والكابتن بيعاكس المضيفه، دمرت سمعه المضيفات وحاجه ما بتضحكش. راحت عامله مشهد تاني ان هو بتاع النجده وما كلموها. لا 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 لا، ده موضوع مقصود مليون في الميه مهما تقنعني ومهما تقول الناس اللي بتاكل من الزباله. حضرتك النهارده اي واحد لو شحت بس لمده 3 دقايق هيجيب 7 جنيه يروح ياكل بيها طبق كشري. مطلعين مصر كلها شحاته واكتئاب. احنا شايفين ده المشهد بتاع المضيفه او يعني ايه اللي يعني ما هو كمان مضيفه يعني لا يسيء لكل المضيفات. ممكن تعترض عليه كمشهد ساخر لكن ما تعترضش على على اللي بيقوله يا فندم. يعني على فكره واخد 2 مهدئ واتعصبت برضو. انا نفسي يعني انت جاي تاخد علبتين، انت جايب 2 مهدئ تاخد علبتين المفروض، يعني واخد 2 مهدئ واتعصبت. فاللي عايز اوصله لحضرتك ان يعني مهما هيعملوا او مهما هيقولوا سبب فساد بلدك عمرو هو الفن. عايزين تقتنعوا بيه افتكروا بس ان انا قلته. طلع يا عمرو الفن عمر. الفن الذي يهذب الوجدان مصطفى ويعالج. مصطفى محمود قالها من 30 سنه ما حدش سمعه. اعتقد ان بعد ما شفنا بعد ال 30 سنه اخلاقنا كلها اتغيرت وبقت الناس كلها بتشتم وبقت في بلطجيه كتير. يعني انت لازم نسمعه. موافق تاني. اللي قاله معايا هنا رئيس الوزراء انه حلاوه روح سبب حوادث التحرش في ميدان التحرير، وانه وجدوا احد الاطفال من المتهمين كان يقلد الطفل في حلاوه روح. أيوة تتبنى وجهه نظر زي دي؟ مش وجهه نظره، ده عامل زي السحر. الفن ده عامل زي السحر ان انا بغير لك الشخصيه. النهارده السجينات اما بيجوا اجوازاتهم يقول لك قعدوا يشتمونا وقعدوا يقولوا لها عليا انت بتدمر يا غالية يا غالية ولا يا عليا انت بتدمر مجتمع بطريقه اللاوعي، عامل زي السحر كده. فانت اللي بتشوفه الناس بتقلده. اما تجيب لي بقى شعب مثقف زي امريكا وتثقف لي المجتمع كله وترجع تاني التعليم لهيبته وتعمل لي مسرحيه تقدس المدرس والطالب، ارجع بعد كده اقول لك اعمل لي زي امريكا. لكن النهارده انت بتقلد امريكا وعندك شعب مش واعي، فازاي انت هتقدر تستوعب؟